توتا تصودكش كلشي غتجبد بحول الله وباذن الله. بحق ماني لي ديديكاس، هادوك غير ديديكاس. انا عارفه ان عندنا في المغرب بزاف ديال الناس جبناء تيخافوا تيخافوا، ما عندهمش يعني الجراه ولا هذا باش يواجهوا بين الناس اللي تهددوا في هذاك الحساب، واللي كانوا يعني تهددوا حيت انا درت لهم الاشاره، باسكو راكم عارفين انا اي حد كنت انا تندير ليه لا بوب كان تيتحط في ذاك الحساب. اي حد انا كنت ندير ليه الاشهار كانوا تيدخلوا عنده وتيهددوه وتيقولوا ليه خاصك تقول ان سلطانه غير ملصقه فيك، ما كنتيش غادي دير لها الاشهار. ومنهم اصدقاء ديالي اللي ما بغاوش يمشيو معاهم في داكشي، وحطوهم وشهروا بهم وتسببوا لهم انهم تفارقوا مع عيالاتهم، وانهم يعني طراو لهم مشاكل، وكاين اللي مسكينه في سخط الخطوبه، كاين اللي خرج من الخدمه، كاين يعني واش ابليس اللي حل هذا الحساب بحال كاع، واش ابليس يقدر يحل هذا الحساب؟ استغفر الله العظيم، يعني بزاف على الخبط، وبزاف على المكر، بزاف على الحقد، وبزاف على الشيطانيه، بزاف على الذكاء، حيت راكم يعني الناس اللي كانوا في داك الحساب سورتو اللي غادي تكون الراس الكبيره والمسير ديال هذا الحساب، ماشي مولات الفكره، باسكو مولات الفكره راها مسكينه مريضه نفسيا، امبوسيبل تكون ذكيه، باسكو الا كان الذكاء بحال هكا غير بلاش. لكن ذكائهم فاش استعملوه في الخبط، واستعملوه انهم تسببوا للناس في مشاكل كبيره. وكون كان هذا الحساب طول ولا زاد كمل، غادي ترى شي حاجه اللي يمكن الروح غادي تبدا تطيح، باسكو صافي غادي تولي فتنه. هذا الحساب بامكانه انه ينوض الفتنه في البلاد، ممكن وصل واحد الدرجه، حيت المتابعين عرفتوا الناس تيحماقوا على الشوها وتيحماقوا على لا لا الاخبار والتبرقيق وداكشي، وكلنا هكاك كلشي تيبغي يسمع. ولكن لا، انا ما نفرحش لشي وحده تتشوه وحده، ولا وحده تدير يعني داكشي بزاف. يمكن تنضحكوا تنبرقوا تنديروا حتى هذا اوكي، لكن داكشي ديال لا 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 التشهير، الدخول في اعراض الناس، يعني تشويه لدرجة ما عرفت شنو، بزاف. اما انت حطوا عليك بزاف، انا راه قلت لكم انا هي الانسان الوحيدة اللي في داك الحساب اللي ما يمكنش يدوز شي اسبوع بلا ما تحط عليا، امبوسيبل في هاد العامين كلها. واي حاجة درتها خصهم يجبدوا فيها البلا، اي حاجه في البلاصه اللي مشيت لها تيدخلوا تيهددوا موالين المحل، تيديروا لهم مشاكل الا شافوهم انهم ما مداوهاش فيهم ما تيجاوبهم، تيديروا لهم مشاكل. اويلي الحمام اللي كنت تمشي ليه، الصبا اللي كنت تمشي ليه، مشيتوا عند مولات الصبا وتتهددوها. الموالين مشاو عاتي لا كلينيك اللي تعاملت معاها في الماسكات ديالي، صيفطوني لي ميساج، مي سي امبوسيبل. مصيفطين لا كلينيك، ومصيفطين وحده تتهضر بالتركية وتيقولوا لها الماسكات ديال سلطانه ها شنو فيهم وها شنو فيهم، وهما لا كلينيك عندهم الماسكات ديالي شهر ونص هادي هما عندهم، عاد سالوا باش يعني يديروا لي داك لي فيديو ويهضروا عليهم وداكشي. يعني هما شايفين على عينيهم، شايفين ان الماسكات عندهم، وما كانوا كاع دايرينهم في الثلاجه، كانوا حاطينهم غير تماك. ملي مشات المديره تتقلب في لي ماسك باش تشوف واش فعلا داكشي اللي قالوا لها في لي ميساج فغي، لقات لي ماسك كما هما باقين بالريحه ديالهم، باقين بالمفعول ديالهم، باقين كلشي. يعني نتوما تديروا شي حاجه اللي تتبغيو يعني تحطموا بنادم تتبغيو، ولكن كاين سيدي ربي، كاين الله سبحانه وتعالى. تكاشط مشيتو تتقلبوا على اللي يدير لكم نفس الستيل اللي تندير انايا، مشيتو تطيحوا، مشيتو تتقلبوا على الناس اللي يعاونوكم باش ديروا نفس الشكل باش تطيحوني فيهم. ثم ما تعرفوش ان راه عندي لي كليونط ديالي الخاصين اللي انا ما عندي ما ندير يعني بناس اخرين، عندي لي كليونط اللي وفيت ليا
اللي شايفين اللي عارفين اللي عارفين لو ستيل ديالي كومون ايلي اللي عارفين نهار اللي تلبس شي حاجه من عند سلطانه ما كاينش اللي ما تيوقفهاش وما تيسولهاش ما كاينش الا مشات لشي بلاصه ولبسات شي حاجه من عندي ما تيقولش لها هذيك الحاجه اللي لابسها زوينه ماسكات ديالي عندي برك انا غير ليك اليوم كيجربوا الماسكات وعطيني مفعول ودابا تسالوا لهم وراجعين حتى ياخذوا انا دابا باقي ما بديتش وعندي لي كوموند اللي يمكن غير الكوموند الاولى غادي تمشي غير في هذوك الناس ديالي ما نقدر كاع نعطي للناس اللي عايجيو جداد برك علينا غير هذوك يعني هما داكشي اللي دايروا بطريقه او باخرى عاونوني عاونوني انني نبين لا 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 المنتوجات ديالي ونبين داكشي ديالي حيت الناس يدخلوا تيبغيو يعرفوا هاد السيده شكون هي هذه اللي تيهضروا عليها شكون هي يعني شنو تدير تيشوفوا بشوي بشوي وكاين الناس اللي دخلوا من عندهم وشافوا داكشي وطلبوا الماسكات ولكن انا ساليت كنت ديك الساعه غادا العطله ديالي كنت غادا لبيروت غادا العطله ديالي ما حبست الخدمه الطلبيات اللي عندي دابا سنتين وسبع شهور ونص لبست غير حاسبه سابوغ غادي تقطع لو لايف يعني لي كوموند اللي عندي دابا يعني لا 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 الماسكات الاولين اللي غادي يوجدوا غادي يطيروا غادي يطيروا في الدقه الاولى انا عافاك فيصل اتري اوفيسيال ما تنجبد حتى شي اسم وما تنقول حتى شي اسم اوكي حنا ما داخلينش هنايا للسوق وما داخلينش هنايا نتعاطاو حنايا ناس يعني تنعرفوا اش نقولوا تنعرفوا كيفاش نهضروا ما غاديش نجبدوا الاسماء القانون كاين العداله كاينه القانون غادي ياخذ مجراه ان شاء الله وكاين العداله ديال الارض وكاين عداله السماء بجوج واللي دار شي حاجه غادي يتعاقب عليها واللي ما دارش ما يخافش قال لك ما دير شيء ما تخاف شيء ما عندكم لاش تخافوا انا بغيت غير نفهم الناس اللي تيخرجوا بالتبريرات وتيخرجوا لا انا ما استدعاونيش ولا سي بون ما استدعاوكش تي ني با اوبليجي باش تخرجي تقولي هالبشر خلي الناس يقولوا راه استدعاو خليهم يقولوا يا ما قالوا يا ما قالوا ياك انت ما استدعاوكش ولا انت ما استدعاوكش علاش غادي تخرج تبرر للناس تقولوا لا انا ما استدعاونيش الناس يقولوا اللي بغا يقول انا هادشي اللي ما بغيتش نفهم في البشر علاش تبقاو تبرروا شي حوايج اللي نتوما ما دايرينهمش انا تنعرف شي حد ما دايرش ما خايف يجلس على جنب الراحه وما يسوقش واللي بغى يهضر يهضر واللي بغى يقول يقول وانتحروا نتوما كاع ضربوا راسكم على الحيط انا عارفه راسي شنو غندير غندير وغنسالي ونمشي فين ما بغيت ونجي فين ما بغيت خلي الناس يقولوا اللي بغاو يقولوا ما تبقاوش ديروا حسابات الناس الناس راه بعدا واحد يعني واحد 50% ولا 70% اللي تيكونوا في لي لايف ولي لايف اون جينيرال في الانستغرام ولا تيكونوا جبادات العوافي تيكونوا في هذا اللايف ويمشيو لللايف الاخر يقولوا فلانه قالت فيك ويمشيو عند الاخرى يقول لها فلانه قالت فيك مالشي نوضوا هاد الزوبعه وهاد الشيء اش بدات العواد يعني ما دير شيء ما تخاف شيء واللي دار شي حاجه غيتعاقب عليها واللي ما دار شيء ما بلا ما يبقى يخرج يبرر ومنوضين القربله ودايرين وتتبانوا انكم راكم خايفين وتتبانوا انكم راه تترعدوا وتتبانوا انكم غير يعني داك الهضره كلها اللي تقولوها غير داكشي مرسوم في وجهكم والعينين ما تكتبوش العينين ما تكتبوش غادي نقطع هاد اللايف وغادي نعاود نبدا لايف واحد اخر حيت مابقاش عندي خفت يطفى ويمشي وحنا صحابات الحمد لله وقت الضيق ربي كبير اكيد اكيد انايا ملي قلت ما كاينينش صحابات ما كاينينش صحابات ديال يعني الميته طيحي تتبقى تتشفى فيك هذيك هي اللي ماشي صاحبه ولكن ملي تلقاي الصحبه واقفه معاك وقت الضيق واللي انت منهم مسباغي انتي منهم ليلى منهم لينا منهم يعني بزاف بزاف ديال بلا ما بدون ذكر الاسماء كلهم ولكن
يعني لقيت الناس اللي واقفين معايا واخا ما كان بيني وبينهم والو افون، كان يعني علاقه خفيفه من خطاك انت يعني كنت نعرفك بزاف، لكن لقيتهم جاوا دقوا وقفوا قد الحصه وكانوا هنايا، واخا انهم تعرفوا انهم يقدروا يتعرضوا لهذاك الحساب ويتشوهوا فيه، واخا هكاك بقاو واقفين. هذاك هو الانسان اللي تيبغيك. من الناس الاخرين وانا عارفه شي وحدين من الناس اللي كانوا معايا عارفهم انهم كانوا ياتي واحد الكلب غادي نخرجو فوالا يلا برا. الناس اللي كانوا الناس اللي كانوا معايا وكان الناس اللي كانوا معايا وخافوا انهم يتحطوا في داك الحساب يعني رجعوا اللور رجعوا اللور، وانا عارفهم بالخوف انهم رجعوا اللور. يعني عاد راكم ماشي مشكل، ولكن تيبقاو الصحابات يوقفوا مع صحاباتهم وقت الحزه. انا غنقطع هاد اللايف ونعاودو لايف اخر.